أخيرا إلى خبر عن جنون تحطيم الأرقام القياسية، واللي الحمد لله ما وصلت لهذا الجنون إلى الآن. واصلت طاهية نيجيرية أمس الاثنين سعيها لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد، تتخيلوا في إيش؟ في أطول ساعات طهي بدون توقف، بالطهي لنحو تقريبا 100 ساعة متجاوزة الرقم القياسي الحالي. وبدأت هيلدا باتشي الطهي يوم الخميس الماضي في محاولة لكسر رقم القياسي العالمي المسجل باسم الطاهي الهندي لاتا توندون في موسوعة جينيس، والبالغ 37 ساعة و45 دقيقة في عام 2019. صراحة يعني رقم قياسي جديد وأطول ساعات للطهي. تخيلوا أنكم تقعدوا تشتغلوا في المطبخ لمية ساعة بدون كلل أو ملل، فقط لتحطيم رقم قياسي وإنجاز جديد. صراحة يعني أنا ساعتين ثلاث ساعات حدي في المطبخ، أكثر من كذا مستحيل، لا تحاولوا. عموما أتأكد كل يوم في ساعة شباب من الناس فيما يعشقون مذاهب. هذه كانت